السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو البيان الرابع في سلسلة بيانات البعوضة الخفية وسر فيروس كورونا للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. البيان بعنوان: من خليفة الله على العالمين إلى رئيس الصين شي جين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد ويا احبه الانصار السابقين الاخيار في مختلف اقطار دول البشر اسمعوا وعوا ان لكل حادث حديث فليتم التركيز حصريا فقط على بيانات كورونا ويتم التركيز بشكل مركز هذه الايام على نشر البيان والذي كتبناه بعنوان فيروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل واعلموا علم اليقين ان فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين والله على ما اقول شهيد ووكيل الا من ابى واستكبر من بعد ما تبين له الحق فلا تاسوا على القوم المجرمين المستكبرين الا بعدا للقوم الظالمين الذين ان تبين لهم سبيل الحق الى ربهم لا يتخذونه سبيلا استكبارا وغرورا فلسوف يقولون عما قريب حجرا محجورا ثم يدعون ثبورا ولا ولن يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ليصرف عنهم عذابه وهم مستكبرين عن داعي الله العالمي الى اتباع كتابه القران العظيم الرحمه للعالمين فمن ابى رحمه الله بسبب الاستكبار على خليفه الله وعبده الامام المهدي ناصر محمد اليماني خليفه الله الاكبر في الكتاب فله اشد العذاب من الله فكيف على خليفه الله يستكبرون اولئك سوف ينالهم نصيب من العذاب المغرورين بكبريائهم وهم صغار عند الله ليس لهم وزن تصديقا لقول الله تعالى: "أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم فلا تزال جنود الله الخفية تشن حربها العالمية مستمرة ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة دون استراحة وهي لا تهن وهي من جنوده الخفية غير المرئية بالعين المجردة لصغر حجمها وهي بما يسمونه فيروس كورونا وما هي بكورونا وإنما غرهم بادئ الأمر التشابه الشكلي الظاهري لفيروسات مع التي يعرفونها من قبل ولكنه مختلف في جيناته وتصرفاته جملة وتفصيلا ولكن اسمه الاول كورونا كما ظنوه بادئ الامر تصدر في كافه وسائل الاعلام وعلى السنه العالم كورونا برغم انه مختلف جمله وتفصيلا عن كافه الفيروسات وانما تشابه معها شكليا بادئ الامر واختلف جينيا بل والله الذي لا اله غيره الواحد القهار انه كائن حي منفطر ومنشطر والقادم هو الادهى والامر وشر مستطير ولسوف يولون الدبر كافة أطباء البشر، وهو كذلك كائن حي جديد على البشر ومحطم لكافة فيزياء الطب العلمية، ولسوف يجعل علم البشر فيما يخص علوم الطب الفيزيائية صفرا على الشمال، كونهم أصلا لا يحيطون به علما، ولكن الفيروس المتين القادم هو الأشد قوة وبطشا في العذاب المتين، فإذا هم فيه يائسون، وليس على مستوى الجهاز التنفسي فحسب بل لا مجال للمقارنة بين فيروسات كوفي 19 والفيروس المتين القادم يا شي جين رئيس الصين يا من يزعمون انهم سيطروا على عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى علوا كبيرا وهم يعلمون انهم لكاذبون وأبشر الملحدين في الصين وقادات البشر المجرمين مثلهم اجمعين وكافة الظالمين المفسدين بفصائل فيروس جديد هو الفيروس القاصف المتين وسود الفيروسات الأشد بطشا وأشد تنكيلا بل لا مجال للمقارنة بينه وبين ما تسمونه بكوفيد 19 فهو الذي سوف يولي منه علماء الطب مدبرين ولم يعقبوا مهزومين جيش أطباء البشر عن بكرة أبيهم فتقر منظمة الصحة العالمية خاوية على عروشها فلن يغنوا عنكم من عذاب الله شيئا بل لا ولن يستطيعوا نصركم ولا لأنفسهم ينتصرون فاسمعوا وعوا واعقلوا ما سوف نقوله لكم ان لهذه الفيروسات المستجده قائدا عظيما لستم بقده ولستم كفؤا له وجنوده الصغرى تتلقى الاوامر مباشره بوحي من الله فيفعلون ما يؤمرون من مصدر العمليات للقائد الاعلى ذلكم ربكم الاعلى في الملكوت يوحي مباشره الى جيوشه الصغرى ماذا تفعل فيفعلون ما يؤمرون وهو معها بكلمات قدرته سبحانه ذلكم الله رب العالمين الذي أنتم به تلحدون يا أيها الرئيس الصيني شي جين الذي أعلن الحرب على الله ودينه وقرآنه والمسلمين الصينيين جهارا نهارا على المسلمين في الصين وأغلق بيوت الله في الصين بل منع المسلمين أن يصلوا حتى في بيوتهم وأخذ كتاب الله القرآن العظيم وقام بإحراق كتاب الله القرآن العظيم عدوانا وظلما فاسمعوا وعوا ما سوف أقوله بالحق يا أيها الرئيس الصيني الشيجين أقسم بالله العظيم لتفتحوا بيوت الله وأنتم من الصاغرين وكافة الذين أغلقوا بيوت الله ظلموا أنفسهم بحجة الاحترازات حتما سيفتحونها وإليها يهربون وإنا لصادقون ولسوف تعلمون وعلى كل حال يا معشر الأنصار السابقين الأخيار من مختلف الأقطار فليتم التركيز حصريا على نشر ثلاثه بيانات بالدرجه الاولى، البيان الذي كتبناه بعنوانه التالي فيروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل، انتهى عنوان البيان، واعلموا علم اليقين ان فيه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمه للمؤمنين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، عبد الله وخليفته الامام المهدي ناصر محمد اليماني